اهلا بيكم في اليوم الثاني لشيفت وكنترول. انا مبسوط قوي ان انتم النهارده موجودين، والحقيقه انا مبسوط اكتر بالواجب اللي انتم عملتوه. شكرا، الجميع التزم. احنا النهارده هنتكلم عن البراندنج، وهنتكلم عن الاي سي او وشويه حاجات كده مع بعض. بس في البدايه، انا المره اللي فاتت نسيت اقول لكم حاجه خطيره جدا اغلب الناس بتقع فيها، الحاجه دي، وهي انه احنا في اغلب الحاجات اللي بنكتبها بدماغنا احنا، وكاننا بنقول للناس يا جماعه احنا عايزينكم تتعلموا مننا عشان انتوا جهله وما بتفهموش، واحنا بس اللي بنفهم. او انتوا بتقولوا لهم بصوا انتوا هتتعلموا، يعني هتتعلموا، فاللي احنا بنقوله لكم تاخدوه وانتوا ساكتين. او انا عايز اوصل لك الرساله دي، انت مش عايز تاخدها مني ليه؟ اللغه دي دايما مرفوضه، اللغه دي غلط، مش دي الطريقه المفروض نتكلم بيها في الكونتنت بتاعنا، ده تون اوف فويس غلط خالص. الحاجه الثانيه اللي المفروض برضو كنا نتكلم فيها المره اللي فاتت وما اسعفناش الوقت، هي فكره التون اوف فويس، اللي هي عباره عن ايه؟ ما الاسلوب الامثل ان انا بتكلم بصيغه او بشكل ما مع الكلاينت بتاعي. ففي تون اوف فويس ان انا بتكلم اوفيشال، تمام؟ في تون اوف فويس ان انا بتكلم عامي قوي. حد يقدر يقول لي مثل لصفحات بتتكلم عامي قوي او فريندلي جدا؟ تودو، برافو عليك، ده اكتر مثل عن الصفحات الفاني الفريندلي جدا اللي وتخش تنبسط معاهم وسنيكرز، تمام. ولو احنا في المجال المسيحي لايك باكس بيتكلموا معايا، صح، تمام. بس لو بنتكلم عن حاجات اوفيشال قوي، مين التون اوف فويس المثل اللي تون اوف فويس بيتكلم اوفيشال او صفحات؟ مثلا تمثل صدمة للشخص المستهدف بتاعك لما تكون طول الوقت بتكلمه بشكل اوفيشال، وفجأة تنقل لشكل ان اوفيشال او شكل تون اوف فويس فاني. طيب على اي اساس انا هختار اتكلم ده ولا اتكلم ده؟ على اي اساس هكلم البيرسونا بتاعتي، عربي ولا انجليزي؟ عربي فصحى ولا عمي؟ عمي فاني ولا عمي هادف؟ على اي اساس بختار؟ حد يعرف؟ برافو عليكي، على حسب البيرسونا. انا متخيل الشخصيه الست الربة المنزل اللي قاعده في البيت اللي بتتفرج على سي تي في، لو انا كلمتها بالانجلش هتفهم، لو كلمتها بلغة عربية فصحى هتفهم، لو انا كلمتها بلغة فاني هتفهم. يبقى احنا اللغة اللي محصورين فيها مع تون اوف فويس مع الشخصية اللي زي كده هي العامية. مش عامية قوي، ممكن تبقى عامية مدعمة ببعض الكلمات الفصحى اللي المفروض بتعبر عن البرسونا اللي احنا عايزين نوصل لها. طيب حاجة كمان، لو انا عندي البيج بتاعتي الناس الموجوده فيها مش بيحبوا خالص الحاجات الفاني، بس انا عايز اوصل لهم المعلومه بتاعتي بشكل فاني، بشكل كوميكس او بشكل حاجه زي كده، هل هغامر واعملها؟ يعني هل هيبقى عندي القدره والقابليه ان انا غامر في ان انا او منزل بوست واحد بس اوت اوف تون اوف فويس اللي انا متبعها، ولا خاف وما مديش ايدي وافضل مستمر زي ما انا؟ ممكن اغامر عشان احصل الروتين مثلا. غلط. اكيد مش هغامر، اكيد مش هعملها تماما، اوكي؟ غلطة بوست واحد ممكن تؤدي في النهاية ان البرسونا بتاعتي تطلع من البيج. مرة في لايف ان كرايست احنا لينا تون اوف فويس معينة وبنتكلم فيها، وفجأة جات لنا كامبين من بره بتون اوف فويس ثانية خالص، يعني بنتكلم عن حاجة ثانية خالص. أول بوست نزلناه راحت الناس ابتدت تقول إيه ده أنتوا قلبتوا ولا إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ إيه ده، إزاي كده؟ لا كنت بحترمكم، لا ده أنا هعمل أنفولو، لا أنا مش هكمل معاكم في الصفحة، أنتوا بقيتوا مهزئين. وبدأنا نسمع كلام سلبي كتير قوي. ليه؟ لمجرد بس إن إحنا نقلنا في حتة ثانية. أوكي؟
فما تغامروش ان انتوا تغيروا التون اوف فويس بتاعكم. طيب نيجي عند نقطه تانية مهمه ودي اللي هنشرحها النهارده اسمها براندنج. والبراندنج هو عباره عن الوان، فونت، شكل، طريقه انا بستخدمها عشان اميز البرودكت بتاعي. فالنهارده لما هاجي هسالكم تاني، انا قلت لكم المره اللي فاتت هقول الوان وانتوا تقولوا لي دي بتاعت مين. اوكي، ازرق، بيبسي، نيفيا، لا بكلم على اللون الازرق بتاع البيبسي فعلا، بينك، صح، بريزدون لايت، تمام. فده معناه ان انت لو دخلت تلاجة فيها انواع الجبنة كلها، انت اول ما تلمحي اللون البينك ده هتروح على ايه؟ على المكان اللي فيه المنتج اللي انت عايزاه، صح كده؟ فهو هنا بنى ايه؟ بنى ما بينك وما بينه علاقة بتقول ان اول ما تشوف اللون بتاعي اعرف ان ده انا، خلاص؟ زي ما بنشوف اللون الاحمر في اصفر، حتى تلاقوا الناس اللي بتزور علامة ماك ويعملوها دبليو بيختاروا نفس اللونين. يختار نفس اللونين. ولو انت لمحت اللونين دول في اي حتة اول حاجة بتروح عليها ذهنك ان ده ماكدونالدز، رغم انه ممكن ما يبقاش ماكدونالدز. طيب فهنا نتكلم على اهمية البراند. وعشان نتكلم على اهمية البراند انا جبت لكم معايا اتنين جايد لاين عشان اشرح لكم عليهم يعني ايه براند. ده الجايد لاين بتاع شركة نيو جينيريشن، الشركة اللي انتم موجودين فيها. ده شكل اللوجو بتاعنا، ولكن ينفع ان انا احط نفس اللوجو بتاعي على ثلاث أشكال مختلفة. فده معناه إنه مسموح لي إن أنا أستخدمه as a gray والكتابة تبقى هنا، أو أستخدمه as it is والكتابة في الجنب، أو أستخدمه background أسود والكتابة عليه بيضة. هل ينفع النهاردة أخد نفس اللوجو ده وأعمله pink؟ No. هل ينفع إن أنا أبططه او اشده او امطه او اغير في باك جراوندز ثانيه باشكال ثانيه؟ فده معناه ان انا ينفع استخدم اللوجو بتاعي بثلاث الوان رئيسيه، اللون الرئيسي بتاعي اللي هو احمر فازرق، اللون الثاني جراي لما تبقى الحاجه فاتحه، لما احطها على حاجه فاتحه، واللون الثالث اسود لو انا احطه على ايه؟ على حاجه غامقه، ابيض لما احطه على حاجه غامقه، تمام كده؟ واللوجو اللي في النص ده لما احب احطه على بانر او على مطبوعات او اي حاجه بشكل صغير. ده ممكن يبقى على الورق، وده برضو ابيض اهو مع الورق. اوكي؟ طيب الجايد لاين هنا بيقول ان ده نوع الفونت، ده اسم الفونت بالمناسبه، ده اسم الفونت اللي احنا مستخدمينه. واسم الفونت ده انا ما ينفعش ان انا لما اجي اعمل ديزاين تاني اغير نوع الفونت ده، يبقى لازم هو بالظبط. من اول ايه لاخر ايه؟ من اول الورقه اللي انتوا ماسكينها في ايديكوا ابدام عليها لوجو الشركه، يبقى ده معناه ان كل كلمه مكتوبه على الورقه دي لازم تبقى ريليتد للجايد لاين مكتوب. فلما اجي اطلع عقد الشركه، ورق من الشركه، لوجو هعلقه بره، مطبوعه هبعتها ملزوقه في ستيكر على مش عارفه ايه، مج هطبعه، القلم، العربية بتاعت الشركة، السي دي، كل دي أنواع لحاجات اسمها براندنج، بتعمل لي براندنج يعني، وأنا ما ينفعش أغير فيها. طيب لو الفونت ده مش ده الأساسي خلاص، هل في فونت تاني ينفع استعمله؟ الفونت ده. هل في فونت تالت؟ الفونت ده لما يبقى الكلام ايه؟ عربي. فانا عامل فونتين انجلش، ده وده، ممكن يبقى واحد هو
الهيدر فوق اللي هو الاساسي، والتاني هو الكونتنت اللي هو الكتابه اللي في نص الصفحه، وده للكونتنت العربي. تعال نشوف الالوان المسموح بيها. انا عندي ثلاث الوان مسموح بيها، هذه الدرجه من الاحمر، هذه الدرجه من الازرق على الجري، هذه الدرجه من الاسود. هل ينفع ان انا اغير الاحمر ده بلون احمر تاني؟ نو ممنوع ممنوع. فلو انا خدت اللون ده وقررت فجأة ان انا اعمله لون احمر مثلا زي البين باك دي مثلا او زي الهارد ديسك ده، اول حاجة هتحصل ده مش بتاعنا. اوكي انا غيرت درجة اللون، هو احمر نو. فانت لازم تبقى مش مدقق، يعني مدقق بالتدقيق الفظيع جدا في كل حاجه تخص البراند بتاعك. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ ده السكندري كولرز بتاعتنا لو احنا بنستخدمها في حاجه ثانيه. ده هيفرق معايا في ايه؟ ده يفرق معايا ان انا ببني حاجه اسمها براندنج، ان ما بيني وما بين الكاستمر لما يشوفها يشعر على طول بارتياح ان ده هو انا. كان في واحد قررنا نطبع فواحات، اوكي فاللوجو بتاعنا زي ما انتم شايفينه كده، سوري انا اسف، عامل كده اوكي. هو قرر يقلب البوز ده بقى الناحيه الثانيه، يعني البوز بتاع اللوجو بتاعنا قلبه الناحيه الثانيه وطبع عليها الفواحات بالمنظر ده. اوكي رميناهم. يعني اللي يشوفها يقول لك اه عادي ايه المشكله؟ لا هو فيها مشكله، هو غير في الشيب، هو بدل مكانه. لسه طابعين فواتير قريب والراجل بتاع المطبعه قرر، احنا عاملين ووتر مارك على الفاتوره، قرر يشير حرف الان مع نفسه، فبقت الفاتوره عباره عن حرف الايه؟ جي. هي مكتوبه كده جي، الان كانت معموله كده اهي ان جي، شايفينهم الان والجي، هو قرر يشيل الان وبقت الجي. اول ما شفتها كده نو ما تنفعش. ليه؟ دي اوت الجايد لاين بتاعي، انا ما ينفعش اطلعها كده. لما العميل بتاعي يشوفها كده هيقول ان احنا ناس مهزئين. من الاخر احنا ناس مش بنحافظ على الجايد لاين بتاعنا. تمام الفكره بتاعت الجايد لاين، تمام فكره البراندنج. لما تصنع لنفسك الوان، لو انت مثلا عندك في الحضانه قررتي ان الحضانه اللوجو بتاعها هيبقى ازرق فاحمر، ده معناه ان انت لازم الالوان حتى الانكلودنج في الحضانه في الاساس في الديكور في بياض المكان ذا سيم. اوعي تلعبي فيهم، اوعي تقرري ان انت لا انا هفتكس حاجه ثانيه مختلفه. اوكي دن، كله واصل له؟ كله واصل له المعلومه ما عدا فادي انيس؟ اه تمام. هشرح دلوقتي حاجه ثانيه اسمها ذا وايت اند بلاك بورد، ودي حاجة خطيرة جدا. فاكرين بيرسونا اللي احنا اتكلمنا عنها، الراجل اللي اسمه الشريف الحلو ده؟ انا هخليكم دلوقتي حالا هتعملوا الوايت والبلاك بورد. لو انا شريف، ايه الصور اللي لما انا اشوفها هتبقى ريليتد ليا، والصور اللي انا اشوفها هتبقى بعيدة عني خالص؟ تاني مش فاهمينها؟ يعني شريف ده دلوقتي لو شاف صورة ميسي ريليتد ليه ولا لا؟ حلو. لو شاف صورة شيف شربيني ليه؟ مش اهتماماته. لو شاف عربية بي ام دبليو، لو شاف عروسة وعريس بيتزفوا في كاريتا، مش اهتماماته صح؟ ولا اهتماماته عشان عنده مشاكل مع مراته عايز يتجوز تاني؟ لا مش بيفكر؟ تمام. فاللي انت هتعمله النهارده هتعمل فولدرين، واحد اسمه وايت بورد وبلاك بورد. هتدخل على الانترنت هتنزل مجموعه صور او هتطلع من عندك على الجهاز مجموعه صور وتصنفها، دي وايت ودي بلاك. هنعمل ده ليه؟ شريف. هنعمل ده ليه؟ عشان انت المفروض من انت صاحب الشغل اللي انت فيه وانت المسؤول عن السوشيال ميديا هتطبع الصور دي وتحطها في بورد فعلا وتسميه وايت بورد،
وبورد تانية اسمها بلاك بورد، عشان لما تيجي تكتب كونتنت تبقى عينك بصة وانت بتكتب تقول ايه ده، لا دي لا، الموضوع اللي انا هكتب عليه ده مش بتاعه. اوكي، وتفهم ايه الحاجات اللي هو بيحبها كأنك عايش معاه. يلا بينا، كل واحد يطلع فولدرين، وايت بورد وبلاك بورد، من على الانترنت، من على جهازك، من على الموبايل، صورة انت مصورها، مش لازم صور كتير، ممكن 3 4 صور بكتير هنا و 3 4 صور بكتير هنا. حاولوا ما تقلدوش اللي انا قلته، مش هلاقي واحد جايب تاني شيف شربيني و اتنين متجوزين بكاريتا، يعني دور على حاجات تانية. يلا، وطبعا انا بشكركم جدا ان انتم طلعتوها صح، فممكن نسقف كلنا معانا ثاني. دلوقتي انتوا عرفتوا واحده من الاستراتيجيز المهمه اللي تخليك وانت بتكتب واعي كويس قوي للبرسونا بتاعتك. خلاص كده، في استراتيجيز كتيره قوي، انا قلت واحده بس منها، انا هديكوا حاجات تذاكروها في البيت وترجعوا بيها تاني. 10 اخطاء انت ترتكبها على السوشيال ميديا لما يكون عندك اكاونت بيزنس. مستعدين تسمعوا العشر اخطاء؟ يلا بينا. Not commuting to social media long term. عارفين يعني ايه؟ يعني انت في البلالة، انت مش عارف هو انا بكتب ده ليه، والشهر الجاي هعمل ايه، واللي بعده عايز اوصل لايه، فمفيش اي حاجة خالص، انت في حتة تانية، انت بس بتكتب عشان حاجة اسمها ايه؟ تلحق نفسك. انا اعرف ناس الساعة 4 وربع كل يوم تصلوا بيا، انا قلت تصلوا بيا، هعرف ناس مش هقول اساميهم، 4 وربع كل يوم بتصلوا بيا وانا سايق العربية، افتح شوف اللي احنا بعتنه لك لازم هينزل دلوقتي. دي ناس في البلالة، دي ناس في البلال. تمام؟ فهمني في اللي انا بقوله؟ انا بجري وراك في الشارع قبل ما تطلع الطريق. بس بالظبط بالظبط، بس مش بتصحى. If you build it they will come. ايه بقى اللي هيحصل؟ لو انت كل يوم معتبر الصفحه بتاعتك دي عامله زي عارفين البنات لما بتجيب العروسه وتقعد تحط لها مانيكير وروج وكده، لو انت مش بتغير الكومباني بروفايل بتاعك اللي هو البروفايل بتاع الصفحه والكفر، وبتنوع في شكل البوست وهي نازله، ومعتمد دايما ان انت بتنزل صوره واحده هي اللي بتكسر الدنيا زي الهايلايتد فيرس بتاعت لايف ان كرايست، طول النهار ما بنزلش، كل يوم ما بنزلش غيرها ومكسره الدنيا. لو انت هتفضل تكمل كده انت في وقت ما هتقع، انت لازم في وقت ما تعمل ستوب. انا ايه اللي انا بعمله؟ يلا هبدل حاجه جديده، هطلع فكره جديده. انا مش قصدي حاجه جديده، ان انا الغي يعني مثلا انا بنزل طول الوقت كتابه 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 كتابه، بقالي شهر بنزلش غير كتابه ومعاها صور، مثلا كتابه ومعاها صور، كتابه ومعاها صور، شهر الشهر الثاني كتابه ومعاها صور، جيب بقى في الشهر الثالث كتابه ومعاها صور، والرابع بقى قلت خلاص انا هنزل كتابه ومعاها صور، والخامس كده خلاص كفايه، ينفع انزل فيديو يقول اللي انا بقوله، ينفع انزل تراك صوت، ينفع اعملها لعبه، كل دي افكار كتير. لو انا هفضل زاني نفسي في نفس الاطار بتاع كل يوم لا. اوكي، تو ماتش اوتوميشن. عارفين تو ماتش اوتوميشن اللي هو ايه؟ يتحرك هذا الشكل، اهلا بحضرتك يا فندم، شكرا لحضرتك، لقد قمنا حضرتك باضافه حضرتك لبريد حضرتك، مش هنتكلم عنه خلاص، مش هنبص له. فطول ما انت ماشي بالطريقه دي اللي هو الشكل الاوتوميشن ده، الكلاينت بتاعك او الشخص اللي هو متابعك بيحس بيك وبيفهم ان انت ما بتعملش حاجه، انت بس اللي بتنزله على الفيسبوك، هو اللي بتنزله على انستجرام، هو اللي بتنزله على تويتر، هو اللي بتنزله هنا، نفس ردودك الثابته. لما واحد يكتب لك كومنت تقول له شكرا لتواصلك معانا، او امين ربنا يباركك، فيجي واحد تاني يكتب امين ربنا يباركك، حد تاني يكتب امين ربنا يباركك. اوتوميشن، انت آلة شغالة بترد بنفس الطريقة ما بتتغيرش. بوست اوفرلود احنا اتكلمنا عنها بس ممكن نقولها تاني، اللي هو عندي صفحة بس يعني اسمها مش هينفع اقوله،
ماسكها انا وواحد تاني. واحد تاني مش هينفع اقول اسمه ولا لا. واحد تاني مش فاهم في السوشيال ميديا بس هو اللي جابني عشان اعمله الاعلانات. فكل شوية ينزل بوست, كل تقريبا دقيقة بينزل بوست, كل دقيقة انا مش عارف بيجيب منين كم الهائل من البوست دي. بوست عجيبة كده اللي هو لو مليون واحد كتب كومنت هرد عليكم كلكم, لو انت شايف انه البوست ده يستحق منك سقفة حطيلي سقفة. وكم هائل من هذا الهري والخزعبلات لدرجة انه فعلا بجد اللي موجود على الصفحة هيطق. وبعدين يجي بقى ايه يعمل حاجة حلوة قوي. فهو قال لو في مليون واحد كتبولي كومنت هرد عليكم كلكم. فواحد كتب كومنت قال شكرا انا مبسوط معاكم, واخدها سكرين شوت ومنزلها البوست اللي بعده. بعض من اراء اصدقاء الصفحة يعني بيستغل حتى الردود بتاعت الناس ان يعمل بيها بوست. فلو كتب له في البوست الاولاني 150 واحد اعرفوا انه هينزل 150 بوست في نفس اللحظة. وبياخد كل بوست يعمله كل كومنت يعمله بوست. فواحد مثلا بيقول بجد انتم ممتازين, يوم حاطط ايه البوست الكابشن تفتكروا بيكتب ايه الكابشن؟ واحد بالظبط. واحد تاني كتب بس انا مش فاهم قوي هو انت تقصد ايه باللي انت كاتبه في الترنيمه ولا البوست اللي مش عارفه ايه, يوم واخده وحطه ايه؟ انا قصدي كذا كذا. لا, بعض من اسئله القراء هل لديكم اجابه, وياخد الاجابات واحد يجاوب فياخد السكرين شوت يقول ايه احسن اجابه للبوست اللي مش عارفه كان متجاوب. يا الله يا الله على الهري. فالاوفرلود ده يا جماعه بيخسركم الناس على طول. بلس ان احنا هنتكلم على الالجوريزم بتاع الفيسبوك وهنشرحه في المحاضره الثانيه وقد ايه الموضوع معقد. وفي نفس الوقت لو انت بتعمل كده انت ان شاء الله هتفقد صفحتك في اقل من شهرين. بوست جوست تاون. فين جوست تاون؟ اللي هي مدينه الاشباح. فانت رحت سبت الصفحه بتاعتك 3 شهور ورحت منزل بوست ونمت سنه وبعدين منزل بوست, وكل ما بتصحى من النوم تنزل بوست. غلطه شنيعه جدا. لما برضو هشرح القصه دي لما هاجي اشرح القصه دي هتكتشفوا انه الفيسبوك برضو ما بيحبش دي. يعني لا بيحب دي ولا بيحب دي. اوكي, لان بالنسبه له الاثنين انت بتوفرلود عنده على البلاتفورم بتاعه ان انت مش مدي فرصه لحد تاني ينزل بوست. ولما انت بتغيب هو في نفس الوقت بيعتبر ان انت حد مش مهتم بالبيزنس بتاعك. فبدام انت مش مهتم بالبيزنس بتاعك انت عايزني انا كفيسبوك انشرهولك ليه؟ اوكي, فهو بيعتبر الصفحات اللي ما بتنزلش بوست انها يا اما قفلت يا اما البيزنس ده مش موجود. وعشان هو ما عندوش تولز تخبره, يعني المفروض يعملوا زي جوجل كده, يمكن حد يسمعني في الفيسبوك وياخد رايي في الحته دي, يعملوا زي جوجل كده ريفيو ان انا اقول this place is closed او this business is closed. ها؟ لا, احنا كيوزر يبقى عندنا الابيليتي ده ان انا كيوزر ادخل على البيج دي واقول not exist, not يعني this closed, مفيش. بولينج بيجي, حد فاهم دي ايه؟ حد فاهمها؟ حد عارف مين بيجي؟ ولا انا بصراحة. انا هوريكم مين بيجي دلوقتي. اسمه غلط. جاهزين تفرجوا على مجموعة من الاعلانات اللطيفة؟ يو يلا بينا.
USA Prime Credit. My name is Peggy. Thank you for calling USA Prime Credit. My name is Peggy. What is problem, please? Peggy? Sure. Well, suddenly it looks like I'm being charged a $35 annual fee. Yes? Tell me it's a mistake. Yes? Are you saying yes? Are you asking yes? Yes. Peggy? Peggy? Want better customer service? Switch to this. دي مجموعة من الإعلانات اسمها بيجي. أنا هديكوا فرصة إن أنتوا لما تروحوا البيت تدوروا عليها PEGGY. هتلاقوها برضو في البرزنتيشن عشان تتعرفوا على نوعية الكاستمر سيرفيس اللي المفروض ما تبقاش أنت عليها. أوكي؟ لما بتعملها أنت بتخسر الكلاينت بتاعك نتيجة إن أنت بتستحضر روح هذا البيجي. فأنت كل ما هتيجي تكتب بعد كده كومنت هتفتكر إن فريد وقف هنا وقال لك إيه؟ لا تستحضر هذا البيجي في الرد على الرسائل. تمام؟ رقم 7 نو ليد جينيريشن استراتيجي. عارفين الليد جينيريشن هي عباره عن ايه؟ ان انا بكل طاقتي اجمع داتا، بكل طاقتي اجمع داتا. في ناس قامت اصلا الكامبين بتاعتها كلها بس انه يجيب اكبر عدد من الناس تعمل سبسكرايب للنيوزليتر بتاعته، او انه يجمع اس ام اس، او انه يجمع ناس في المعرض اللي داخله اسمها بتليفونها. محلات كتير بتاعت لبس النهارده اول ما بتشتري المنتج يقول لحضرتك ممكن اسمك وتليفونك بس عشان الفاتوره. هو الحقيقه مش عشان الفاتوره، لانه اسمك وبتاع مش بيطلع في الفاتوره. ممكن يبقى عنده سيستم بيستحضر بيه بعد كده الحاجات القديمه، بس هو بيستخدم الداتا دي وبيجمعها عشان يبعت لك تاني. عشان المره اللي فاتت انا قلت اسمها ايه؟ يحافظ على ايه؟ اللويالتي. بالظبط كده، انه دايما يبقى ابديت يو بحاجات اكسكلوسيف، يقول لك انا بعت لك دي مخصوص ليك انت، خلي بالك مش عارفه ايه ده عرض هيخلص النهارده. فلو انت ما عندكش النهارده استراتيجي ان انت تجمع ليد جينيريشن في مشكله. احنا في نيو جينيريشن فكرنا ان احنا ما نعتمدش على نفسنا في كتابه المحتوى، فقلنا تعالوا نعمل ليد جينيريشن نجمع كل الناس اللي عندها القدره انها تعرف تكتب محتوى. وعملنا كامبين حلوه قوي، جمعنا 500 واحد اشتركوا معانا في الكامبين دي. النهارده ال 500 واحد دول انا لو عندي في اي مجال عايز اكتب فيه انا اقدر استحضر من الناس دي. فلو جه مثلا حد قال لي انا عايزك تكتب لي في مجال طبي، انا بدخل اعمل فلتر بالناس اللي بتكتب في المجال الطبي والاقي عندي لسته ناس بستخدمها. هل ينفع اعمل كده في كاستمرز؟ يس، لو دي الاستراتيجي بتاعتي ان انا اجمع اكبر عدد ممكن من الكاستمر. لو في حضانه انا عايز اجمع اكبر عدد ممكن من اولياء الامور، هعملها ازاي؟ حفله. برافو عليك، نعمل حفله لاولياء الامور مجانيه، نجيب حد مشهور، نجمع الداتا بتاعت 500 واحد مثلا جاي الحفله. واو، انا لو معايا داتا 500 واحد اباء، انت لو طالبه مني على الاقل من 50 ل 100 واحد يحضر في الحضانه هيبقى سهل قوي. احنا بنجيب الداتا بتاعت مدارس احد. ده كويس برضو، دي فكره تانية. الداتا بتاعت مدارس احد، تمام. بنعمل في نهايه كل كورس ان ممكن ترشح 2 من اصحابك محتاجين ياخدوا الكورس ده. في الغالب دي ما بتمشيش قوي، لانه انا عن نفسي لما حد بيقول لي كده بديله ارقام ناس غلط. مش غلط، بديله ارقام، يعني مثلا حد يقول لي طب لو حضرتك مهتم بالعقارات ممكن ترشح لنا حد يشتري مثلا برج في العالمين الجديده ثمنه 10 مليون؟ اقول له انا حاضر، او مطلع فادي انيس وبعت له الرقم. اتصل بقى بفادي انيس بقى وبيع له. بس ممكن برضه، ممكن. انا ليه الشرف؟ انكونسستنس. ها؟ قولها تاني. انكونسستنت براندنج اللي هو ايه؟ الخبط البراند بتاعي بقى، يلا بقى تعالى نعكها. نزل بقى مش عارفه ايه فين على ايه على ايه، ونلاقي صوره احلى حاجه بقى بتتعمل ايه؟ يلا يا جماعه احنا اتزنقنا دلوقتي عايزين صوره، نعمل ايه؟ دور على جوجل طلع صوره. اوكي،
الصورة دي لما تطلع عليها ووتر مارك مكتوب عليه شاتر ستوك شاتر ستوك شاتر ستوك ولوجوهات لوجوهات لوجوهات. تعال بقى ننزل الصورة دي عندنا ايه على البيج عشان نقول للناس ان احنا ايه لا لو حرامية كنا شلنا يا عم الشاتر ستوك من عليه ده يبقى حرامية بجد. احنا مغفلين احنا مغفلين احنا بوظنا الجايد لاين بتاعنا عشان احنا مغفلين. مش هتكلم تاني على البراندنج احنا اتكلمنا عنه كتير. It's not all about cute kittens اللي هم القطط النونة الزغنونة يعني مش كل حاجة بقى ايه يعني برضو في الحضانة مش كله صور اطفال وبصوا النهاردة الولد القطقوط عمل ايه والنهاردة او في المجال العام نزلت صورة مثلا لويلكم لحد جديد عندي في الشركة فمش كل الصور بقى ويلكم لحد في الشركة يعني انا مش هادخل على البيج عندك الاقيهم كلهم ويلكم لحد في الشركة. ده معناه ان انت بتمشي الناس وعملت ويلكم لناس جديدة في الشركة. اصل انت مش معقول كل شهر بتعين 3 4 ده انت يعني عبقري يا شيخ. صدقي بقى لي مدة ما فتحش صفحة مش عارف بجد ورا بعض بقى ورا بعض مفيش حاجة في النص. ف It's not all about cute kittens اللي هم الجداد اللي جم عندنا. الحاجة التانية social media overload. عارفين يعني ايه social media overload؟ لا 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 social media overload ان انا بتكلم على يلا نكبس كل الصفحات بتاعتنا بكل المحتوى اللي عندنا مرة واحدة في نفس الثانية عشان نخلص ونبقى خلصنا. يعني مثلا هم عندهم ولنفرض مجموعة صور بتاعت سنة كاملة. طب يا جماعة هنعمل ايه في الصور دي؟ يلا ننزلهم كلهم على كل نفتح انستجرام اكاونت نحذف ال 20,000 البوم اللي عندنا ونحذفهم على الفيسبوك نعمل لهم البومز ونحطهم على نعمل لهم سلايد شو ننزلهم على يوتيوب كلهم في خلال الاسبوع ده ونبدا بقى من جديد. لما نبدا بقى من جديد ان شاء الله نبدا بنظافة. دي اسمها كده grammar and spelling mistakes. برافو عليك اشكرك انا قاصد اعملها وفي غلطه كمان لو انت اكتشفتها تبقى عظيم. في غلطه تاني هنا برافو برافو انا قلت ان هم 10 ودول 11 ما خدتش بالك بس انت واخد بالك ان في غلطه املائيه هنا غلطات صح؟ خدش بالك ليه في البيج ها كانتش بالانجلش ياخد حبه. شكرا جدا جيم دال الف نون ازاي ازاي علشان عين لم الف شين الف نون لا اوفر 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 بجد مش كده يا حبيبي. فدي دي دي انا بعتبر ان رقم 11 دي هي الكارثه بتاعت الباقيين كلهم. ده بتنم على ان الشخص اللي بيكتب الحاجه دي ايه؟ مش ايه؟ لا مش مركز دي كلمه خفيفه قوليها بالمعنى الصح. جاهل جاهل مش انت يا امر. هو انا بتكلم على حد تاني بس هو بيلعب في الموبايل دلوقتي. The call to action. طيب نيجي بقى عند الحتة اللطيفة بتاعت الـ call to action ديت. في نهاية كل بوست لازم أقول لليوزر بتاعي أنا عايز إيه لأن اليوزرز للأسف خلينا نقولها ايه مش اغبيه بس هم مش فاهمين بس لا هم ممكن يبقوا فاهمين بس وفي النهايه يجي يسالك وانت عايز نعمل ايه ايه المطلوب او انا اقعد اقرا بوست طويل عريض في النهايه انت ما قلتليش حاجه يعني. فممكن مثلا احول صيغ بوست من جملة مثلا الله قادر أن يشفي كل ضعفتنا الله هو الإله القدير
الذي بدونه ليس خلاص وخلاص. انت عايزني انا اعمل ايه؟ ها؟ لا امصمص شفايفي يعني؟ يا سلام على الحكمة. انت عايزني اعمل ايه؟ فلازم الصفحات اللي بتمشي صح وبتجيب صح اللي بتحط حاجة اسمها call to action. ايه الكول تو اكشن في البوست اللي انا لسه قايله حالا؟ حد يعرف يقترح؟ ارجع توب وارجع لله. توب وارجع لله يعني بجد هرجمك بجد. لا تخرق قدرة تقول سبحان الله. سبحان الله. شاركنا برايك او شاركنا بتجربتك. شايفها ازاي؟ شاركنا بتجربتك. الايه لمستك في ايه يعني؟ لمستك في ايه؟ ايه كمان؟ هو كان قصدي دعوه للخلاص. لا انا مش عايزك تكمل دعاوي عشان هي اصلا هي كلها ممكن تنفع دعوه يعني ممكن تصليها صلوه لكن انت عايزني اعمل ايه في الاخر لازم تقول لي خلاص. انت حاطط فيديو شوفوا ممكن يوصل الغباء ليه. حاطط فيديو وكاتب عليه كابشن لطيف قوي اللي اتكسر عمره ما يتصلح خلاص وسايب لي الفيديو تفتكر انا هعمل ايه؟ هصلح اللي اتكسر؟ لا انا مش هشغل الفيديو ده. انا فعلا بجد لو انا شفت فيديو مكتوب عليه كده مش هشغله. ازاي اعيد نفس الجمله واخلي الناس تتحمس انها تفتح الفيديو؟ يا ترى اللي اتكسر ممكن يتصلح؟ يا سلام برافو عليكي. انت بتشتغلي ايه؟ صيدله. لا سيبك من الصيدله وتعالي. ايه كمان؟ ايوه ممكن شاهد قبل الحسم اللي اتكسر عمره ما يتصلح. اللي اتكسر يتصلح؟ لا عمره بقى لا يتصلح. هو عايز اعرف يتصلح ازاي. ها ايه تاني شايفين ايه تاني؟ انت تعرف ان اللي اتكسر ممكن يتصلح؟ في الفيديو ده اللي اتكسر عمره ما يتصلح. بس بص انا ضفت ايه في الفيديو ده بس ما قلتش حاجه تانية. طيب دي اشكال من الكول تو اكشنز. عندنا اشكال تانية كتير تحبوا نفكر فيها مع بعض؟ ها ادوني حاجه افكار للكول تو اكشنز عشان ننهي الموضوع. شير اكتب لي كومنت اوعى تنسى تدوس لايك. اللي ما عملش شير بابا يسوع هيزعل منه. كل الهجايز دي الفيسبوك بقى هارشها وعمل لها قرايه معينه ولما بيلاقيك بتتحايل على الناس في البوست بتاعك وبتقول لهم اعملوا لي شير اكتبوا كومنت اعملوا لايك تلقائي بيقلل لك المشاهده بتاعت البوست ده. اوكي لما بيلاقي كلمه شير ما تنساش المشاركه حط كومنت اكتب تم الحقوني الفيسبوك عمل لي نجز ومحتاج حد ينقذني. ها مثلا ايه الفيسبوك بقى بفلوس. اللي بيعمل شير للرساله دي بنبرع بواحد سنت مش عارفه المدمنين المخدرات عشان يشتروا بضاعه. اوكي فدي اشكال غلط. تعالوا بقى نقول الاشكال الصح. يلا 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 كل واحد يفكر في حاجه ويقولها. لا قولوا اشكال الكول تو اكشن صح يا حبيبي. شفت بقى اديكم مثلا احب اسمع رايك. حلوه دي يلا. ولو برودكت تاخده في الستبس مثلا ممكن تطلب معانا بالطريقه كذا كذا كذا. ممكن تطلب معانا ماشي. ها تفتكر ايه الحل؟ تفتكر ايه الحل؟ تمام التقديم مفتوح مش قدم دلوقتي. عارفه ما تقول التقديم مفتوح لعدد محدود غير ما تقول قدم الان. تخيل شوف الفرق ما بين الاثنين. ها مش انا لا لا مش كول تو اكشن دي. مسابقه يحبوها
ما انت كتبتي فيها اعملوا شير اكتر مش عارفه ايه. الناس طبعا بتحب الحركات دي وتقعد تعمل شير بس. لا هو مش حلو, مش بيعمل حاجه يعني, وبيجيب مشاكل على فكره كتير. ما اعرفش الناس بطلت تعمل كده. مش هتستفادي حاجه. افكار لكول تو اكشنز تقول لو اعلان مثلا الابلكيشن نزل وجرب نفسك. نزل وجرب اللينك في اول كومنت. تبا لك بجد دي زي انبوكس مي الرد في الخاص. هي ايوه اللينك في اول كومنت سجل بقى لو اعلان البرودكت تعالى جربه. ماشي تعالى جربه. ممكن اقول له لو عاملين تيست لمده كذا لو ما عجبكش رجعه. لا هو انا جربه قبل ما اشتري, مش يشتري ويرجع. ماشي ما بقول لك برده حاجه ثانيه. عاملين تيست خده اشتريه, لو مش عاجبك رجعه. 30 يوم استرجاع مجاني. ممكن لو عامل مثلا حاجه للكافيه تحب حجم البصل ولا الكبير مثلا. انت هتفتح كافيه فادي؟ انا شفت اللوجو بس, اسمه قهوه مش عارفه ايه. قاعده بجد؟ اوكي. طبله بلدي؟ لا لا هي بتقول طبله بلدي, انا قهوه عربي. طب ممكن نغير لك بس في الاسم شويه؟ يعني نفكر لك في اسامي ثانيه؟ ليه قهوه عربي بس؟ قاعده عربي. ليه قاعده عربي؟ انت هتعمل كراسي قاعده عربي؟ لا يعني انت هتعملها في الارض, الكافيه ده هيبقى في الارض والناس قاعده قاعده. مش بس في الارض, الارض والكراسي خشب طويله كده ديزاين معين, ديزاين شرقي قديم. ماشي بالظبط. لو كنت مكانه هتعمل ايه؟ ودي بقى الله, دي اكتر حاجه الناس بتحب تفتي فيها. احدفي اي مشكله. هذا الزوج قام بحرق زوجته بالنار نتيجة انها لم تكن بتسخين الطعام جيدا. ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ لا انا شايف مشكلتي تفتكر ايه انسب حل للموضوع ده. صح كده. امبارح المقاول بصوا بجد. لا ولا اي حد, انا بس قلت امبارح في المقاول, ما اعرفش ضحكته ليه. مش عارف. فيش اي حاجه تضحك وانا بقول امبارح في المايو. امبارح في المايو كان في بوست اسمه ايه سبب هذا التعشيش. التعشيش ده نوع من مشاكل الاسمنت يعني. اوكي بس انا بقى حبيت احط لها حته سبايسي كده. لو عرفت ان هذه الاعمده تم صبها قبل 14 ساعه من تصويرها في درجه حراره 32 مئويه. شوف سبايسي تديك كده احساس. المعلومات دي ملهاش اي 60 لازمه. انا عايز اقول كده يعني. انا اعمل ايه دلوقتي؟ الناس هتفتي. 208 فاتيه. 208 فاتيه على البوست. انا اصلا اول ما نزل في اول ربع ساعه لقيت 50 واحد كاتب فاتيه. اوكي طيب كنت البوست اللي قبله اكتشف الرقم الخطا في المجموعه التاليه وحطيت مجموعه ارقام فيهم رقم غلط. هاشتاج سؤال ذكاء. ما كده خطيبته جواهم ايه؟ ايوه ده سؤال ذكاء. هتعرف ولا مش هتعرف؟ شفته ما عرفتش انت مش ذكي ياض. ممكن احط جي اي اف واكتب لو دوس عليها اربع مرات هيطلع اسم زوجتك مستقبليا. صح؟ هو كفايه عليه من قبل الكورس ما يبدا. فدي اشكال الكول تو اكشنز. فأي بوست انت بتنزله لازم تحط معاه كول تو اكشن. الناس مش بتفهم خلاص. لو انا عايز الناس تتصل بيا هقول لهم ايه؟ لا مش هقول لهم اتصلوا بيا اكيد يعني. لا تقدر تكلمنا من الساعه كذا للساعه كذا. صح تقدر تكلمنا من الساعه كذا للساعه كذا. هرد عليك في خلال دقيقه اول ما تتصل. احنا متاحين على الواتساب 24 ساعه مثلا. اوكي في حد عنده اشكال تانية؟ في حد مخصص للرد على كل الاسئله. في حد متاح للرد على صح. مش بس كده ممكن اقول له
في حد محترف او متخصص عشان يرد على اسئلتك، او لو هو مثلا حاجه عن التربيه احنا خصصنا فلان الفلاني مسؤول مش عارفه ايه في المشوره اللي في ايه الاسريه من الساعه كذا للساعه كذا الرد على اسئلتكم. السلام. هو اصلا قاعد في المطبخ ماسك اللابتوب، او ممكن مش موجود اساسا يعني. طيب It's time to workshop بسيط لمدة 10 دقايق قبل ما ناخد البريك الأولاني. فاللي أنا هطلبه من سيادتكم دلوقتي أن أنتوا هتكتبوا بوست واحد بس، كل واحد هيكتب بوست واحد بس لنيو جينيريشن، الشركة العظيمة الجميلة اللي احنا فيها، فيها كول تو أكشن، أنا عايز أبيع منتج. أو أنا بفكر دلوقتي أبيع بني أدمين عشان العدد زيادة، فممكن افكر في فادي انيس. فهي المحاضره النهارده تنمر، بس انا مش بعمل حاجه غير ان انا بتنمر عليك. احنا بنتكلم في الصبح. عايز تبيع اوكي اقنعني بقى يعني اقنعني. انا في النهايه هسمع منكم بجد ان انا كلاينت وعايز اشتري. لا فادي مين ده؟ ولا بنكلة. ينفع بقى في المونتاج نشيلك؟ لا نتكلم بجد بقى، نشيل بقى الحتة دي خالص في المونتاج. انا هقول دلوقتي ده تايم الوركشوب. انا بشكركم بجد على الفرصة الجميلة دي. 10 دقايق وركشوب، كل مطلوب منكم هتكتبوا بوست لنيو جينيريشن، الشركة العظيمة اللي انتم موجودين فيها، عشان تبيعوا برودكت. البرودكت هو بصراحة كنت عايز اكررها تاني بس مش هينفع. لا البرودكت هو ان انا ببيع ويب سايت. انا عايزك تقنعني ان انا اعمل عندك ويب سايت، اوكي؟ تقنعني ان انا اعمل عندك نيو جينيريشن ويب سايت. اديك 10 دقايق، ابداوا اكتبوا عن منتج اسمه ويب سايت. اكتب على الورقه دلوقتي وابعته لي على الجروب، بس لما اقول ابعته، لان عشان لو انت بعته دلوقتي في ناس هتغش وكده يعني، انت عارف. شكرا. اهلا بيكم في المحاضره الثالثه من شيفت وكنترول. في المحاضره دي هناخد ايه هو الاي سي او والكي ووردز، بعدين هناخد جزء ثاني من المحاضره الالجوريزم بتاع الفيسبوك. ما هو الاي سي او؟ هو السيرش انجن اوبتمايزيشن. ازاي اقدر اعمل اوبتمايزيشن للويب سايت بتاعي انه يبقى طالع في محركات البحث في الاول؟ هل في مره تعجبتم ليه انا لما بدور على ساعات مثلا ساعه لابتوب اي حاجه ليه بيطلع لي في الاول سوق وجوميا والناس دي؟ ليه الناس دي بتطلع في الاول؟ ليه ما بيطلعش مواقع تانية؟ عشان مظبطين حاجه اسمها SEO سيرش انجن اوبتمايزيشن. دي عباره عن ايه الموضوع؟ هو انا ينفع اشرح هنا؟ هجيبها دي. ما هو هذا السيرش انجن اوبتمايزيشن؟ في محركات البحث يوجد زرار اسمه سيرش. هذا الزرار الجميل، على افتراض ان دي يا جماعه عدسه، عدسه البحث، بيطلع لك في الاول واحد اتنين تلاته، وبعد كده بيطلع لك مجموعه، وبعدين بيطلع لك بيج 1 2 3. بيحصل لما تيجي تعمل سيرش، شطارتك ان انت تبقى موجود ضمن الناس البولد دول، مش الناس دول. الناس دول دافعين حاجه اسمها بيد ادز، ودي اسمها اس اي ام، اختصار كلمه سيرش انجن ماركتنج. يعني دي اعلانات مدفوعه انا بستهدف بيها ناس. واختصارا اتمنى انه
فيفيان تشرحها لكم. انت بتقول له انا عايز اللي يسيرش عن كلمة لابتوب انا اطلع في الاعلان هنا. اوكي طيب عشان تفهموا القصة بتمشي ازاي. الراجل ده لما حد كتب لابتوب الراجل ده طلع في الاول ليه؟ لان هو قال انا هدفع عن كل واحد. ركزوا معي في الحتة دي، دي اساس البيد ماركتينج. انا هدفع في كل واحد يدور على لابتوب 10 جنيه عشان اطلع في الاول. يعني عشان تطلع بس المره الواحده ب 10 جنيه؟ اه. الراجل ده جه قال انا هدفع 8 جنيه والراجل ده قال انا هدفع 5 جنيه. ده ترتيب منطقي صح كده؟ طيب لو جه واحد تاني قال انا هدفع 10 جنيه هدفع 11 جنيه هيبقى مكانه فين؟ وهيطرد مين؟ ابو خمسة. هيطرد، مش هيطلع، مش هيظهر لحد ما يحصل ايه؟ يدفع اكتر او الناس اللي فوق الكامبين بتاعتهم تخلص وينتهي البادجت بتاعتهم او يقفلوا الحملة بتاعتهم يبدأ هو يطلع. دي مشكلة الاعلانات، ان انت ساعات بتيجي تعمل اعلان وبص تلاقيه تعمل له ابروف بس محدش بيتفاعل عليه، فانت تتعجب هو ليه محدش بيتفاعل عليه؟ عشان الناس اللي مستهدفة الكلمة دي دافعين عليها اكتر. في بعض الكلمات بيوصل السيرش بتاعها ل 3 ل 35 جنيه لحد 105 انا شفتها بعيني. 105 از كليك؟ از كليك. يعني انا لو فتحت السيرش وكتبت لابتوب وطلع لي اول واحد سوق ودوست عليه السوق تدفع 105 جنيه فورا. ممكن انت ما تشتريش. 105 جنيه عن كل واحد. مثلا 35 جنيه على حسب. فبيجي ساعات انت مش عارف ايه الكلمات اللي ممكن الناس تكون بتدور عليها فيناسب البيزنس بتاعك، ودي المعضلة. خلينا اقول مثلا على نيو جينيريشن. لو انا كتبت حبيت اكتب كيوردز ممكن تملوني شوية كيوردز لنيو جينيريشن؟ ثانية واحدة يا جماعة، ويب سايت، ثانية واحدة، ثانية، لوجو، براندينج، لازم انجلش بس؟ قول اللي انت عايزه. تصميم. ايه ايه؟ تصميم. نكتفي. تخيلوا يا جماعة لو واحد بيدور على كلمة ديزاين. أنا قلت أنا هستهدف أي حد يسيرش عن كلمة ديزاين أنا أطلع له في الأول. مين متوقع يدور على كلمة ديزاين؟ ديزاينر، ده أول واحد. يعني هو واحد مش عايز يعمل ديزاين، هو أوريدي ديزاينر بيعمل لحد ديزاين، ممكن يبقى شركة منافسة ليا. مين تاني؟ رسام. رسام ها؟ طلبة. شركة ستارت اب. ممكن. كلاينت الاساسي بتاعي. ممكن. ممكن اصلا حد بيدور على شركة موبيليات. لا لا لا. لاند ديزاين لعمارة. ديزاين لملعب كورة. ديزاين لخواتم. فاحنا كده ان شاء الله ان شاء الله لو انا دافع 10 جنيه في 100 بني ادم بس دخلوا عندي ب 1000 جنيه متوقع ان منهم الكلاينت بتاعي لا يمثل 2%. لا انت كتبتي كيورد غلط. انت لما كتبتيها كتبتيها غلط، كتبتها الصح. فاهم الفرق؟ انا عايز اضمن انه على قد ما اقدر ال100 واحد دول 100% هو الكلاينت بتاعي. اكتبها ازاي؟ يلا تعالوا نعيد تاني. انا خلاص كده انتوا فهمتوا كلمه تصميم دي يعني عايمه من هنا للصبح. احنا ممكن نعمل نجربها كده.
ممكن دي قريبه جدا. تصميم يعني تصميم واعمال فنيه وابداعيه، خدمات تصميم، تصميم الجرافيك، تصميم الصور، مراحل التصميم الاربعه. ايه؟ لا ما بصي بقى، هتلاقي ان الكلمه دي اصلا ما حدش استهدفها، لان انتوا باصين مش هتلاقوا اصلا اعلانات. هو في اعلانات هنا ليه؟ لانه معروف ان الكلمه دي ضعيفه، مش دي الكلمه المفروض. تصميم شعار، تعال نجرب تصميم شعار. اول ما كتبت تصميم شعار حددت الموضوع اكتر. الشعار ده اللي هو لوجو، مين اللي طلع لي؟ اعلان، في اعلان اهو موجود، ده معناه انه في حد مستهدف الكلمه دي. تعال نكتبها بالانجلش. في كلمة اد، ثانية واحدة، اد ماشي. تعالى نكتب لوجو ديزاين. اوكي، اول ما كتبتها الاربعة الاولانيين اعلانات، واحد اتنين تلاتة اربعة. اوكي، تخيل لو كتبت كلمة لوجو، ممكن يطلع طبعا فيها اعلانات. مفيش، فهمتوا الفكرة كده يا شباب؟ فممكن اللي بيدور على لوجو ده واحد بيدور على لوجو فعلا بتاع مثلا ستاربكس، اهو اهو، هو مش عايز ان انت تصمم لوجو. تعالوا بقى نعيد الكلام ده تاني. يلا مين هيفكر في كلمات إبداعية أكتر؟ ماركتينج إيجنسي، ماشي، ديجيتال ماركتينج إيجنسي، كرييت ويب سايت، ممكن وممكن، يعني ممكن أو ممكن لأ، لأن كرييت ويب سايت ده ممكن يبقى واحد أوريدي هو عايز يتعلم يصمم ويب سايت. ويب سايت كرييشن، ويب سايت كرييتور، ده ممكن يطلع لي ناس افراد بتدور على سوفت وير يكرييت ويب سايت. سوشيال ميديا سبيشاليست ممكن يكون توظيف. هو ماركتنج ايجنسي، سوشيال ميديا كمباني، توب ايجنسيز ان ايجيبت، ديجيتال ماركتنج يعني ان ايجيبت. وصلت الفكره دي؟ وصلت قد ايه اهميه الكي وورد؟ الكي وورد الواحده. طيب فاول حاجه الجزء ده جزء مدفوع واحنا شرحنا قصته. الجزء اللي مش مدفوع اللي هو الجزء ده بيتحسب ازاي يا جماعه؟ اولا او قبل اي حاجه سكور الموقع، يعني كل موقع ليه حاجة اسمها رانك، ترتيب. فلما اجي ادور على لوجو اوكي ويطلع لي ده في الاول وده بعديه وده بعديه وده بعديه، مش من فراغ، من حاجة اسمها رانك. الرانك ده بيتحسب ازاي؟ اولا ان الموقع ما فيهوش غلطات في الاكواد بتاعته، يعني معمول اوبتمايزيشن للموقع بحيث ان لما جوجل يقبله يبقى اكسبتد انه ما فيهوش ولا غلطه. اوكي، الحاجه الثانيه بيحسب عدد الزوار اللي دخلوا على الموقع، قعدوا قد ايه ودخلوا من انهي صفحه وخرجوا من انهي صفحه. فممكن اكون الزائر دخل من الصفحه الاولانيه وخرج منها تاني، ده بيعلي ولا يوطي الرانك؟ يقلله جدا. ليه؟ لان ده معناه انه دخل ما استفادش خرج. التايمنج اللي قعده اليوزر ده على الموقع قد ايه، الاكشن اللي اليوزر ده اخده على الموقع قد ايه، هل نفس الاي بي ادرس ولا من كذا اي بي ادرس، هل الناس اللي موجوده على الموقع تصفحت كام صفحه، صفحه 2 3 4،
ففي حاجه اسمها بيونس ريت. بيونس ريت ده هو اللي بيقيس مقدار الناس اللي دخلت وقعدت واستمرت في الموقع قد ايه. كل ما يبقى قليل ده معناه ان انت موقع حلو قوي فبيزود الرانك بتاعك. وصل الفكره؟ جوجل اوتوماتيكلي بيتقسم. لا، لان واحده من الاوبتمايزيشن اللي بتتعمل ان انت تربطي الموقع بتاعك بحاجه اسمها جوجل اناليتكس. جوجل اناليتكس ده كود جوجل بتدولك تحطيه في الموقع، عارفه بتبقى كانها داخله عندك في كل حاجه، شايفه كل حاجه. فالكود ده بيخليها فاهمه كل اللي بيحصل على الموقع عندك. اه وينفع تقولك، وينفع تقولك انت اللي دخل عندك على الموقع أربعة افراد من مصر واثنين من مش عارفه منين وثلاثة ايه بيستخدموا موبايل اندرويد واثنين فيهم معاهم ايفون وواحد فيهم ايفون 6 وواحد فيهم مش عارفه ايه وقعدوا على الصفحه الفلانيه مده قد كذا والصفحه الاعلانيه مده قد كذا ودخلوا من الصفحه دي وخرجوا من دي واهتماماتهم اكتر ان هم داسوا على الزرار بتاع باي ناو بس ما اشتروش. ادق 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 التفاصيل عن موقع جوجل بتقيسها. اوكي، حاجه تانية من الحاجات اللي جوجل بتقيسها هو الريفيو. طبعا انتوا المره اللي فاتت مشكورين كلكم، كسرتوا الدنيا ريفيوهات لينا فاحنا بنشكركم جدا. يعني احنا مش بنكبر حد انه يعمل كده طبعا، بس لا بجد بجد، بس لو انت ما عملتيش المره الجايه زي ما انت قلتي انت مش هتاخدي شهاده. فاحنا فلوس. ايوه بقى، ايوه فلوس، مش تاخدي فلوس ولا شهاده. احنا ما بنجبرش حد بصراحه يعمل اي حاجه. لا بجد ما تعملوش حاجه، يعني لو مش عايزين ما تعملوش خلاص. فدي واحده من الحاجات، الرانكينج. كل ما تاخد ريتنج اعلى كل ما ده معناه ان انت هتطلع في السيرش اكتر، هتبقى موجود في الصفحه الاولى اكتر. تمام؟ فادي انيس ما عملش ريفيو لحد دلوقتي. صدقني بدور عليك بعملها، بدور عليك مش مصدق. ها لا اللي فوق ده حاجه، اللي تحت ده هو ما بيدفعش، هو اللي تحت ما بيدفعش، اللي هو طلع فوق اللي هي مش اس اي ام الثانيه اس اي او هو كده هيدفع. لا هو مش معنى ان هو بقى في المركز الاول هيطلع هنا لوحده. اول الغامق ده اول، لا بصي هنا الناس دي طالعه في الاول ما فيش اعلانات. اوكي، فده مش معناه انه ان الناس دي في وقت ما عشان بقت في الاول هيجي ميعادها انها تدفع، يعني مش بيقفز كده ان هو يدفع. صح وده قصدك؟ لا ده دي مساحه اعلانيه عايزه تعليني فيها اعليني، مش عايزه انت حره. يعني اللي بيدفع بتاع ان هو دي مساحه اعلانيه. انت مش مجبره تدخلي فيها. بس الناس اللي عملت هنا بقى طلعت هنا عملت ايه؟ عملت اس اي او قوي قوي للموقع بتاعها وابتدت تاخد ريتنج حلو قوي، وبعدين راحوا عملوا كامبين دفعوا فيها فلوس فابتدى يجي لها زوار، الزوار ابتدوا يقعدوا فتره طويله قوي على الموقع ويخشوا ويقلبوا ويشتروا فيزود الرانك بتاعهم لحد ما وصل لليفل معين ان خلاص بقى هو الرانك بتاعه عالي قوي ما بقاش محتاج يدفع، فبقى موجود من غير ما يدفع. امتى هيدفع؟ لما هيلاقي نفسه نزل من البوزيشن ده للبوزيشن ده هيرجع يدفع تاني فلوس عشان يزود تاني عدد الزوار عنده، عدد الرانك بتاعه. وصلت الفكره؟ في استوعبتها وشربتها كويس قوي؟ فاهمين؟ ده سيرش على اليوتيوب. سيرش على الفيسبوك بقى. دي هشرحها الالجوريزم بتاعت الفيسبوك بعد دي على طول، انا بس حبيت اشرح دي زي دي. طيب اليوتيوب بيتبع نفس السياسه بالملي. اليوتيوب بيتبع نفس السياسه بالملي، عدد الناس اللي قعدت على الفيديو، اتفرجت قد ايه على الفيديو، كام دقيقه، وخرجوا منين، وخرجوا من نفس المكان ولا كملوا، عملوا لايك ولا ديسلايك، كتبوا كومنت ايجابي ولا سلبي. كل الحاجات دي بتحدد امتى اليوتيوب هيديك انت الاولويه ان انت تطلع في السيرش لما تسيرش على اغنيه. اتفضل. ايه الفرق بين الاس اي ام والاس اي او والجي دي ام؟
انت كنت فين؟ نعم اتفضلي. كنت فين؟ ما انا قلتها. بس ما قلتش جي دي ان. ها قولي. قوليهم قوليهم تاني قوليهم تاني. طب ال اس اي ام ديت سيرش ماركتنج، احنا بنسيرش ماركتنج صح كده؟ والاس اي او، الاس اي او اللي هو بنسيرش بالكي ووردز. الجي دي ان بقى احنا بنسيرش. لا مش يعني يعني ايه بنسيرش ماركتنج؟ بتدفع فلوس عشان تظهر في اول. هي الاي سي ام هي اختصار كلمه سيرش انجن ماركتنج، يعني دي مدفوعه. انا حطيت كلمات دفعت عليها فلوس عشان اطلع. اشتريت الكلمات. يس اوكي. الاس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن، يعني انا مش بدفع، انا بظبط حالي عشان اطلع في الاول. وده بفلوس؟ ده ببلاش. اللي بيعملها بفلوس. يعني انا لما بيجي لي حد بموقع هقول له انا بعمل لك الاس اي او، لانه اكيد هو مش عارف يعملها. انا مش قادر اقول لك الموضوع معقد قد ايه يعني، وبيستنفذ وقت ومجهود وطاقه ان انت توصل في النهايه ان الاي سي او بتاعك واخد سكور عالي. مش اي حد بيعرف يعملها، لازم حد ديفلوبر وفاهم كويس قوي وفاهم ازاي يعملها. تمام. فده سيرفيس بتاخدها من بني ادم، دي سيرفيس بتاخدها من جوجل نفسها. الجي دي ان سيرفيس بتاخدها من جوجل. جي دي ان دي انت لما بتيجي بتفتح موقع بتلاقي فيه مساحة إعلانية زي، خلينا افتح في الجول اشرح لك عليها. عرفتها ان هي بتعرف تطلع من الجناب ومن تحت. يس. لا لا انا مش عايز دي، مش عايز دي، مش عايز دي. اه هي اللي في الجنب دي. الموبايلين. اه ده اس اي ام. لا مش فاهم تاني كده. لا في الجي دي ان اللي هو جوجل ديسبلاي الديسبلاي نتورك بيبقى عندي ديت ده نوع دوت اللي هو من جوجل دوت اللي هو من الويب سايت سوري مش الويب سايت. في نوع تاني بقى في جوجل، وانا بعمل سيرش زي سي مثلا، انا بعمل سيرش على كلمه اي حاجه من اكل، اي اكل، توصيل خدمات. اه فهمتك انت عايز تقولي ايه. انا كنت المفروض عايزه المنيو فطلع لي اطلب، لان اطلب دافع اكتر من المنيو. خلينا نشرحها، خلينا نشرحها بشكل تاني. فده نوع من الانواع ان انت تحط بانر اعلاني جوه موقع. انا بعملها ازاي؟ الموقع ده بيبقى هو داخل على الجوجل بيقول لهم ممكن تعتبروني شريك معاكم، فجوجل بتدي له كود تقول له حط الكود ده عندك، لما يبقى عندنا اعلانات هنعرضها عندك مقابل ان احنا هنقسم مع بعض الايه الكوست. فهو لو حط عنده اعلان من ابو 35 جنيه وحد دخل داس على الاعلان من خلالي، انا هاخد كام؟ 17 جنيه ونص، وجوجل هتاخد كام؟ 17 جنيه ونص. خلاص؟ ده نوع من الاعلانات اللي هي دي. النوع الثاني اللي انتوا دايما بتلاحظوه. نعم؟ اتفضلي بقى. ممكن افك المايك اديهولها تكمل؟ لا كمل. اتفضلي. لا كمل. النوع الثاني من الاعلانات انه طبعا انت تشيل الحته دي في المونتاج. والنوع الثاني من الاعلانات انه انا لما بدخل على موقع مثلا بتاع سوق واعمل سيرش عن قميص، هتلاقي بقى مفاجاه ان القميص ده بيطاردك في كل حته. كل ما تدخل اي مكان تلاقي نفس المنتج اللي انت فتحته بيطلع لك تاني مطارده، لدرجه انك ممكن تفتح الايميل تلاقيه وانت بتقلب على الفيسبوك تلاقيه. دخلت موقع مش عارفه ايه تداونلود فيلم بتاع ايجي مش عارفه ايه بتاع بيست دول، تلاقي نفس الله انا ما وريش غير ولا ايه. انا كنت في فتره بدور على مصياده الدبان الصفرة دي، مصياده الدبان دي انا زهقت، انا كنت خلاص يعني طهقت من عيشتي منها. كل ما ادخل مكان الاقيها، كل ما ادخل مكان الاقيها. ايه بقى اللي حاصل في الجي دي ان؟ في اوبشن ان جوجل يقيس اللي دخلوا على الموقع عندي عملوا ايه ويتراكينج زيم اجين بنفس المنتج اللي انا فتحته. فهو عارف ان انا اهتمامي هي مصيدة الدبان،
فكل الشركة بتوعه اللي حاطين الكود هيطلع لهم نفس الحاجة اللي أنا مهتم بيها، اللي أنا كنت اللي أنا أظهرت اهتمامي بيها. تستوعب؟ ودي على فيسبوك اسمها فيسبوك بيكسلز، هي فيسبوك عاملها برضو اسمها فيسبوك بيكسلز. بيكسلز دي ايه؟ انا بحطها عندي على الموقع خلاص. هو دلوقتي اي اعلان انا هعمله على الفيسبوك وحطيت فيه البيكسل دي، هو بيقيس بيكشف سلوكيات اليوزر اللي دخل من عنده من الفيسبوك للموقع عندي، فيقول لك اليوزر ده دخل عندك وعجبه المنتج الفلاني، عارف بيوشوشك كده، وعجبه المنتج الفلاني وعمل اد تو كارت بس ما كملش بقيه البروسيس. فانت وانت بتعمل كامبين تانية تقول له ايه؟ انا عايز الكامبين التانية تستهدف الناس اللي دخلت عندي وضافت المنتج للكارت وما كملتش. فانت تبص تلاقي نفس المنتج بيطلع لك تاني بيقول لك عرض البلاك فرايداي الحقه دلوقتي، وبعد شويه ممكن تلاقي اليوزر ده عمل كامبين تاني على نفس المنتج يقول لك لاست تشانس على المنتج ده، اوكي، ويفضل يطردك بنفس المنتج. دي اسمها فيسبوك بيكسلز، اوكي. المفروض فيفيان تشرحها، المفروض هديكوا كمان ماتيريالز عن الفيسبوك بيكسلز دي، هتبعت لكم النهارده على الموبايل كم هائل من الماتيريال وحاجات عن الادز وازاي تعمل ادز والسيكريتس ورا الادز وكل الكلام ده. لو قريتوها هتبقوا زي الفل، عشان بس تبقوا مقتنعين. طبعا الكورس ده احنا ممكن نقعد ندرس فيه شهر وما نخلص، فانتوا بتاخدوا فيرست اند سكند ستيبس، انتوا المفروض بعد كده تعملوا ايه؟ تعملوا بقيه الستيبس الثانيه اللي قدام ال10 ال20 استبل باي. ماشي؟ حد عنده سؤال في الحته دي قبل ما انقل للالجوريزم بتاع الفيسبوك؟ نعم؟ سؤال. اتفضل. ايوه. طيب احنا اتفقنا ان الفيسبوك ان الجوجل بيعمل معك شراكه، بتقول لو سمحت انا عايز ابقى شريك معاك، فانا عايزك في الفيديوهات بتاعتي تعرض اعلان في الاول اللي هو بتدوس عليه سكيب اد، وفي النص طلع لي اعلان كده تحت البار كده اللي هو عليه اكس بتدوس عليها تقفل، فانا عايزك تعرض لي الاثنين دول عندي. فلما انا كيوزر اقرر اني اعمل اعلان انا بالفيديو بتاعي على اليوتيوب، ركزوا معايا، انا كيوزر منتج افلام، انا السبكي وقررت هنزل برومو بتاع الفيلم بتاعي، فبنزله على اليوتيوب واقول له ايه اعمل لي عليه اعلان، يوم هو واخده وحطه فين؟ عند الناس الشركاء اللي قالت له لو سمحت انا عايز ابقى شريك معاك حط عندي اعلانات. السبكي هيدفع على كل برومو هينزل يتعرض 10 جنيه، وانا قلت لجوجل لو سمحت اديني معاك كشراكه ان حط لي قبل الفيديو بتاعي اللي انا حاطه ده ما يبدا اعلان، فلو هو اعلان السبكي وحد فتحه واتعمل عرض لي انا هاخد كام؟ وجوجل هتاخد كام؟ زت زت. لا ما هو اسكيب اد بعد 5 سكندز. يعني 5 سكندز بتاخدي البتاع. اوكي؟ طيب الناس اللي بتاخد فده بقى 5 جنيه. لو انا عندي فيديو حصل عليه 1,000,000 مشاهده في 5 جنيه بهوات بكام؟ 5 مليون. هيجي لي شيك ب 5 مليون. وانا اقدر اختار الاعلانات اللي تنزل عندي؟ ممكن تختاري الاعلانات تنزل عندك بكي ووردز معينه. بكي ووردز معينه. يعني تقولي له ما عدا اعلانات الادويه. ما عدا اعلانات الرياضه.
فهو في العادي هو الجوجل بيكرر ايه اللي بينفعك انت كمحتوى، لان الراجل اللي بيعلن عن الفيديو قال له انا عايز الفيديو بتاعي ده يطلع عند الناس اللي كتبت سيرش عمرو دياب او تحميل افلام عربيه كامله او مشاهده افلام اونلاين. فاللي هيكتب الكلام ده وهيفتح الفيديو ده والفيديو ده مشترك مع جوجل اعرض الاعلان عنده. فاوريدي المعلن ما كتبهمش كده، هو عارف هو مختار تارجت مين، والتارجت ده بناء على ايه كمان؟ على البرسونا. ليه؟ لانه النهارده هيدرس مين اللي هيتفرج على الفيلم بتاعه، مين اللي عايز يروح السينما يتفرج على الفيلم بتاعه؟ السرسجيه. خلاص، فعشان الفيلم بتاعي هيشوفوا السرسجيه، انا لما اجي استهدف مين؟ اللي هم مين؟ يعني ممكن محمد رمضان. فاي حد يسيرش عن محمد رمضان ويدخل على فيديو هو شريك معايا اعرض الفيديو بتاعه. مين تاني؟ حمو بيكا، حنجرة وكزبرة، مهرجانات شعبية، أفلام بدون حذف. ما دول عيال السرسجية اللي بتعمل كده. أوكي؟ بس هو في شروط عشان أنا أقدر أعمل الكلام ده صح؟ إيه الشروط؟ إيه الشروط؟ لازم أعمل أكونت تقريباً على جوجل. طبعاً لازم تعمل أكونت على جوجل أدورد. على ساعات معينة ولا لا؟ لا، أنت بتتكلم عشان الفلوس؟ دلوقتي بقى ليها شروط، لازم يبقى عندك 1000 سبسكرايبر و40000 مشاهدة وقصة كده طويلة علشان يسمح لي ان انا الم فلوس. بس انا لو انا عندي فيديو مكسر الدنيا ونزل كسر الدنيا، الكلام ده كله هيخلص كده. 1000 دول هيجوا في اقل من شهر، وال 40000 مشاهدة هيجوا في اقل من يومين يعني. خلاص وصلت؟ ندخل على الفيسبوك؟ ندخل على الفيسبوك قبل ما ميرنا تنام؟ معلش يا ميرنا سحلينك من الصبح. انت روحتي ليه؟ ما كنتي قعدتي معانا؟ ما روحتيش؟ اوكي. طيب الالجوريزم بتاع الفيسبوك عباره عن معادله. المعادله ببساطه عباره عن حد فاهم حاجة؟ حد عارف المعادلة دي؟ دي معادلة سهلة أوي، حد عارفها؟ طبعا. أنا نفسي مش عارف. أنا أصلا يعني المعادلة دي هي مش المعادلة أساسا، هو عامل حاجة كده ما حدش فاهمها في الحياة، يعني هي مش معادلة، هي حاجة كده بجد بجد أنا أشك إن في حد في فيسبوك نفسه فاهم هي إيه دي. أنا مش حافظها، أنا كتبت أي كلام، هم عاملين أي كلام. كلها اي كلام. لا هو فعلا بجد الالجوريزم بتاع الفيسبوك اللي من خلاله بيقرر مين هيشوف ايه امتى ازاي، ايه الحاجات اللي تتشاف اكتر وايه الحاجات اللي ما تتشافش. انتوا عارفين الفيسبوك دلوقتي فيه تاب موجوده اسمها فيديوز وتاب مخصوص اسمها جروبس. عارفين التاب تو تابس دول جداد الفيسبوك منزلهم. فلما انت بتدخل على فيديوز بيطلع لك مجموعه فيديوز، على اي اساس اختار الفيديوز دي تطلع لك؟ الجوريزم بيحسبها بعمليه معقده جدا. اختصارا هو بيشوفك بتفتح انهي نوع من الفيديوز، تقعد عليها قد ايه، هي دي اللي بتعجبك ولا لا، فبتشارك بيها، بتعمل لايك او شير او كده ولا لا، يعرض لك اللي شبهها تاني. طب واللي شبهها تاني ده بتيجي منين؟ وانت الشخص بيرفع الفيديو بيبقى حاطط كيوردز، الكيوردز دي مربوطه بالكي ووردز بتاعت الفيديو اللي عجبت الناس، فعشان دي عجبت الناس ده هيطلع بعدها. وبعدين يقيس كمان سلوكك، هل انت بشكل دائم
وانت بتتفرج على الفيديو ده كملته لاخر ولا لا؟ عملت سكرول وسبته وكملت على واحد تاني بعديه ولا لا؟ ويبدا يعرض لك تاني فيديوهات من نفس الصفحه. لو لقاك ان انت الصفحه دي بتقعد عليها فيديوهات اكتر يعرضها لك هي اكتر من اي صفحات تانية. موضوع معقد وملعبك، بس اللي احنا فاهمينه حاجة واحدة بس. هم قالوا الفيسبوك ده it's for families and for fun، يعني الناس بتوع البيزنس احنا خلاص مش محتاجينكو. فاحنا في الاول فيسبوك كان عامل الموضوع كله بيزنس ومكاسب ويلا نبيع ويلا نحط اعلانات. النهاردة قال لك لا، انا مش فارق معايا الاعلانات، غرف 60 داهية، it's for families no more business. فانت كل ما بتعمل اعلانات تلاقي الكوست بقى عالي، استهداف بقى ضعيف، الناس ما بقتش بتيجي زي الاول، حتى الصفحات بتاعتكم هتلاقوها الريتش بتاعها قل جدا وما بقاش زي الاول. فعشان تبقى for families and friends قرر ان الصفحات اللي بتقدم محتوى بلا 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 والحاجات العشر غلطات اللي تحديدا اللي انا قلتها دي بالظبط، على اساس ان لو انت بتغلط فيهم واحدة منهم بس غلط انت مش هتطلع. هو عايز كواليتي معين وعايز نوع معين من المحتوى انت بتقدمه يعجب الناس اللي اوريدي هو عايز يقدم لها الفيسبوك. وصلت الفكرة؟ فكل ما بتنزل محتوى، خليني اشرحها بقى ايه بشكل تاني. النهاردة انت عندك فيرست بوست، البوست ده حقق لما نزل 1000 ريتش كم واحد تفاعل عليه؟ واحد عمل لايك، وواحد كتب كومنت. انت هنا نسبة الانجيجمنت للريتش قد ايه؟ 2 في 1000، يعني في 1000 مش 2، 0.2. رحت انت قررت بعدها بتنزل بوست تاني بنفس المحتوى اللي زي الزفت اللي جاب نفس الريتش اللي زي الزفت اللي هو بقى 900. الله، ليه بقى 900؟ عشان انت المؤاخذة يعني ما حققتش حتى الحد الادنى اللي الفيسبوك بيطمع فيه. ايه الحد الادنى؟ هو الفيسبوك قال لك 2% ده معناه ان انت فاشل، لحد 10% ده معناه ان انت اكثر نجاحا من الفشل الفاشل اللي جاب 2%. فلو نزلت بوست جاب 900 ريتش لان هو قلل لك الريتش لان انت محتوى بتاعك زي الزفت، وراح الحمد لله جاب 2 لايكس وشكرا. معلش، البيج لايك ايه؟ البيج لايك يعني كم واحد عمل لايك اصلا على البيج؟ البيج والبوست مش فارقه، هو دلوقتي ما بقاش يفرق معاك كم واحد عمل لايك للبيج. ما الكاونتج بتتحسب من ايه؟ 1 2 كاونت من الانجيجمنت على الريتش. اوكي، يعني الريتش الناس مش عامله لايك. لا، هو بيعمل للناس اللي عملوا لايك للبيج، بس هو مش يعني انت ممكن يبقى البيج فيها 10000 واحد بس انت الريت بتاعك عالي، فممكن يعرض من ال 10000 دول ل 2000 واحد يشوفوا البوست بتاعك. ممكن يبقى صفحتك فيها 600000 واحد وتلاقي اللي بيشوفهم 900 بس. فهو دلوقتي ما بقاش نمبر اوف لايكس بيفرق مع الفيسبوك، هو هيفرق مع الفيسبوك ومعاك لو انت بتقدم محتوى عالي، فيبدا يعرضها للناس اللي عندك اكتر ويعلى بيهم اكتر ويعلى بيهم. زي ما لسه كنت بحكي على بوست المقاول اللي انا لسه حكيته ده، جايب 42000 ريتش اورجانيك، 42000 ريتش اورجانيك من صفحه فيها مليون. اوكي، ايوه، المحتوى العادي ده مين بيحدده؟ على كم لايك؟ على كم الانجيجمنت اللي حصل هنا. فهنا دلوقتي ال 900 في 2 بس عملوا لايكس، بقى المعدل كام؟ سؤال الذكاء. الذكاء فيش اذكياء؟ 18 2 من 1000 الاولانيه دي كانت اوكي،
دي 1.8 من 1000. فانت عمال بتبعد قوي، عمال بتتأخر. وبعدين فجأة رحت منزل فيديو راح محقق 50,000 ريتش. افرح، لانه الانجيجمنت اللي حصل عليه هو عبارة عن 10,000 شير زائد 2000 كومنتس زائد 30,000 لايكس. 30 و10 و2 على 50,000. ثلاثة آلاف لايك. أنا قلت 30,000 لايك. لا عادي ممكن يحصل. عادي إيه المشكلة؟ أنا بس بقيسها دلوقتي عشان أشرح النسبة بس والتناسب، مش عشان حاجة. فكده 42,000 على 50,000. لا. ها؟ على فكرة دي معادلة سهلة جدا. 42,000 على 50. ايه يا جدعان؟ ها؟ بس يا بت. 48% جاتكم نيلة في الحساب والرياضي. 84%. 84% engagement. انت عملت ايه دلوقتي في الفيسبوك؟ واو. البوست اللي يجيب 84% ده. يلا بينا ناخده نعرضه اكتر. فهم الفيسبوك واخد البوست ده وعمل له ايه؟ حطه في الايقونة بتاعت الفيديو. لما حطه في ايقونة الفيديو ايه اللي حصل؟ الناس هتبدأ تتفرج على الفيديو ده وهتدخل على صفحتك. فهتلاقي البوستين الحزانة للكوبا اللي انت كاتبهم. او مزود اللايكس. بقوا بدل 10 بقوا 100. والريتش بدل 1000 بقى 10,000. اوكي؟ وتبدأ الصفحة ايه؟ تنتعش وتعلى. دي اسمها ويف. خدت الصفحة وبتعلى. انت شطارتك تكمل بالويف دي بويف تانية. ان البوست اللي بعده هيبقى ايه؟ واو، مش شرط فيديو، حاجة واو، توصل بنفس الليفل عشان تعمل ويف تانية. لو انت جيت البوست اللي بعده رحت منزل واحد كئيب زي بتوعك، فانت عملت ايه؟ انت خفست بالصفحة تاني. لو كأنك بالظبط الويف عالية قوي ورحت انت ايه مشت. انزلي الويف ايه؟ مفيش ويف. ايه انا الويف. انا اللي مخترعها دلوقتي. دي حاجة اسمها انسايتس بس مالهاش علاقة بالان انا بشرحها دلوقتي. الويف دي هي ده الجاريزم في الفيسبوك. هو لما فيديو بيحقق sudden reach and engagement دي اسمها ويف. دي موجة جاية عليكي، موجة عالية جاية عليكي، لازم تستقبليها بموجة تانية. اوكي؟ قولي عايزة تقولي ايه؟ عايزة تقولي ايه؟ طيب حاجة تانية بيقيس عليها بقى الالجوريزم بتاعه انت الى اي مدى انت اكتف. والاكتف ان انت بتستخدم كل التولز بتاعته. بمعنى هو النهاردة عامل بالظبط زي العيل الصغير لما جاب لعبة جديدة عايزك تعمل ايه؟ بالظبط عايزك تلعب بيها معاه. فانا فيسبوك قلت ان انا هنزل ستوريز، انت المفروض تعمل ايه؟ هنزل ستوريز. انا الفيسبوك قلت هعمل اوبشن جديد اسمه لايف فيديوز، انت المفروض تعمل ايه؟ تطلع لايف فيديوز. انا الفيسبوك عملت زرار اسمه رياكشنز، لازم نقول للناس استخدموا الرياكشنز. اوكي؟ فهو الفيسبوك واخدها كده تحدي، اي حاجه جديده هو بيعملها عايزك تلعب بيها. فكل ما هتلعب بيها
انت بتديله دافع اكتر انه يشجعك. ليه؟ لان انت شجعته وهو هنزل برودكت جديد وفرحان بيه وانت استخدمته، فهو عايز يقول للناس هي بصوا استخدموه، انتوا كمان استخدموه، فيبدا يعمل ايه؟ ينشره اكتر. لو انتوا فاكرين زمان كان اي حد بيطلع لايف فيديو تلاقي يطلع لك هو الوحيد في النوتيفيكيشن فلان از لايف ناو، دلوقتي ما بقتش بتطلع صح؟ انتهت. بقى اللي بيطلع ايه؟ فريد اد ستوري فور هيز مش عارفه ايه. فدلوقتي هو مركز على الايه؟ على الستوريز. شويه اكتر من قريب بقى يركز على الايه؟ على الجروبس. فتلاقي ان انت لو ما دخلتش على جروب بقالك فتره يبعت لك نوتيفيكيشن يقول لك فلان الفلاني دفع على الجروب حاجه خش شوفها. صح بيحصل؟ فهو في النهايه عايزك تلعب معاه اللعبه دي. الريليفانس سكور دي اللي انا كنت لسه بحكي فيها، الكواليتي بتاع البوست. طيب الفاكتوريز اللي هو بيحسب عليها الفيسبوك هي عباره عن ايه؟ انجيجمنت، خلاص اتشرحت، شربتوها وحفظتوها، الشيرز. طب هو هنا مش كاتب يعني ليه قسم الانجيجمنت الكومنتس والرياكشنز وقسم الشير لوحدها؟ عشان الشير بتجيب ريتش، بتجيب انجيجمنت مختلف يعني زياده. ماشي، بس ليه برضو قسمها؟ ده معناه انه لو هو عنده سكور من 1 لـ3 فهو ادى سكور للناس اللي تكتب كومنت او تدوس رياكشن انه خد، انت كده خدت بوينت. بس لو عملوا شير هديك 3 بوينتس. فاهمينها دي؟ زي في الكوره لو تعادلت تاخد نقطه، لو كسبت تاخد 3. اوكي؟ فده معناه ان الشيرز بالنسبه للفيسبوك ذات اولويه واهميه اعلى بكتير من الكومنتس ومن اللايكس. فكل ما الناس تعمل لك شير اكتر انت بتعلى اكتر. الريليفانس اللي احنا لسه قايلين عليها المعادله ديت الجميله، والكريديبيليتي. اخ دلوقتي بقى بيعمل ايه؟ في الكريديبيليتي دي قصه كبيره قوي. هو بيقول لك اعمل ما بدايه لك يا عزيزي، الصفحه والفيسبوك كله لك، بس لو خالفت انا هطلع عينك. فانت بيعمل ايه؟ يقول لك انا مديك صلاحيه ترفع اي فيديو انت عايزه. لو انت سارق الفيديو ده وهو بعت لك اكس ان الفيديو ده عليه حقوق ملكيه او كوبي رايتس، انت ده لوحده كفيل انه يقلل السكور بتاعك. اوكي؟ لو انت منزل بوست عليه كوبي رايتس وحد اشتكى وقال ان الصفحه دي بتسرق البوست بتاعتي، هيعمل عليك اكس وهيقلل لك المشاهده بتاعتك. وصلت؟ فالحقوق الملكيه مهمة جدا 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 ولازم نراعيها عشان ما يحصلش كده. اخر واحد دي مش مهمة او مش محتاجينها دلوقتي لان هي مش حاجة بنستعملها. بعد كده هو بيشرحهم تاني. انا هدي لكم البتاعة دي على فكرة تتفرجوا عليها. اوكي؟ يعني تقروها يمكن تنفعكم. بصوا بقى، حاجات تانية بيقيس بيها. تايم سبيند اون كونتنت. انا لسه قايل انت فتحت فيديو قعدت عليه قد ايه وهل كملت فيه ولا خرجت. اوكي؟ يعني ايه انفورماتيف؟ قد ايه البوست يحتوي على معلومات مفيده. يعني قد ايه البوست ده فاد الناس في ان هي لما شافته قعدت عليه وكملت وكتبت كومنت واستفادت بيه بالكامل. كونتنت تايب فيديوز and especially live videos can bring further engagement. Completeness of Facebook page profile. يعني الصفحة عندنا هو مديك كذا step انت لازم تتبعها. فانت لازم يكون عندك profile وعندك cover وعندك description وعندك email وعندك website وحاطط العنوان وقايل نبذه عنك وقايل نبذه عن البرودكت بتاعك و و و و و. لو الحاجات دي ناقصه ده بيقلل لك الرانكينج بتاعك. تمام؟
طيب ممكن ناخد اخر حاجه عشان شفتكم تعبانين دلوقتي وفتستوا مني. ممكن ناخد اخر حاجه بخصوص الفيديوز واطلقكم في سلام ورعايه الله. خلاص لو احنا هنفوكست شويه عن الفيديوز, هو بيقول لك انا احب ان الفيديوز اللي انت هتنشرها تبقى التالي: فيديو مش طويل وانجيجينج. انجيجينج يعني مشجع. فانا مش عايزك تحط لي فيديو 7 دقايق من التنمية البشرية بتاعتك اللي ملهاش اي 60 لازمة, او 7 دقايق واحد قاعد على مكتب, او ساعة ونص محاضرة ابونا فلان الفلاني اللي شرفنا النهاردة, او اذاعة كاملة بس كامل لاجتماع مش عارفة ايه. حرام عليكم يعني. هو مش عايز ده. خلاص involve a call to action شرحناها خلاص, يعني انت حط call to action ولا لا, وencourage engagement ان انت بتشجع الناس, او انت already الكونتنت بتاع الفيديو بتاعك مشجع الناس انها تشارك, وhost more live videos كل ما تعمل live videos اكتر. دي مجموعة من الستيبس للفيديوز. local content موجود, ابقوا اقروه, وهي تقريبا نفس الحاجات اللي احنا قلناها. انا شايف مجموعة من النيام امامي. نعم. للايه؟ هو ممكن تنزليها ستوريز 15 ثانية. انف. انا لما اشوف مثلا فيديو لابني 15 ثانية انا سعيد, انا مش عايز اكتر من كده. فكل ما يبقى شورت 30 ثانية بالكتير, يعني عندك 15-30 ثانية وإناف. أصل الأكشن اللي بتحصل في 15 ثانية دي إناف قوي, كتير يعني مش قليل. أوكي؟ لحد 30 ثانية كفاية. كل الأكتيفيتيز اللي بيعملوها هي مش كل؟ لا, يعني أنت النهاردة في أكتيفيتيز أطفال بتغني. أهم الكورال أهو, الأطفال كلها واقفة أهي, أهم اللي حواليا دول. فأنا صورتها هي 15 ثانية. هي 15 ثانية, هي 15 ثانية. فأنا قطعته لفيديو 15 ثانية وبرسلونايز لكل واحد. اوكي, ده يعني ده افضل من فيديو كامل لمدة 4 دقايق مثلا. لأن أنا هنبسط إن أنا وأنا بقلب وصلت للفيديو بتاع ابني على طول. أحسن من إن أنا مستني في الفيديو كله يطلع وعمال أجيب قدامه ورا وقدامه ورا. لكل طفل, لا لكل طفل فيديو 3 دقايق. اختصريه لل 30 ثانية. مش لازم الثلاث دقايق, كفايه نشاط. مش لازم نشاط كل فعلا. او انت سجليه بس 30 ثانيه وخلاص, وقفي بالموبايل تك 30 ثانيه. اوكي, ونزله عادي فيديو او ستوري؟ نزلي ستوري احسن, هينفعك قوي. طب لو انا عايزه اطلع بقى لايف, هعمل مثلا بارتي او حاجه, وعايزه اطلع لايف 5 دقايق لايف كفايه. بس اللايف بقى فيه مشكلة ان انت هتستني نص دقيقة لدقيقة على ما تجمعي ناس. لا, في وسط هم شغالين, في وسط. هتستني نص دقيقة لدقيقة على ما تجمع ناس, والاربع دقايق الباقيين لايف وانف وقطعي. اوكي, يعني الناس اللي ايه؟ مش حلوة. هو الفيسبوك مش عايزك تقعدي تعاديني قدامك بالساعات اتفرج عليك يعني. ممكن يبقى كذا جزء. ممكن ممكن كذا جزء. اشكركم جدا ويومكم جميل, وان شاء الله المره الجايه استاذه فيفيان هتتابع معاكم الاعلانات, هبعت لكم الماتيريالز دلوقتي حالا. ولكل الناس اللي بتشوفنا شكرا ليكم, ومع السلامه.